الانقراض السادس هو ادعاء جاد جدا. هذا ما قالته إليزابيث كولبرت مؤلفة كتاب الانقراض السادس، وشاركها الرأي بعض الخبراء. أما عن إيلون ماسك فهو الآخر يعمل على مشروع سفينة نوح لنقل زوجين من كل الحيوانات إلى الفضاء، كونه يصر على أن الأرض ذاهبة نحو الانقراض الجماعي. يستند الخبراء على بيانات تشير إلى اقتراب هذا الموعد. بناء على أسباب الانقراضات الخمسة السابقة، فهل الأرض معرضة لكارثة طبيعية لا تبقي أحد؟ أم هي مجرد خرافات لا صلة لها بالواقع؟ وما هو السبب اقتراب العالم نحو هاوية الانقراض؟ الانقراضات الخمسة. لا أحد يعرف متى بالتحديد ظهر الإنسان على الأرض، ولكن العلماء يرجحون إلى أن تاريخ الحضارة البشرية يقدر ما بين 6000 إلى 10000 سنة. وقبل هذه السنوات بكثير عاشت كائنات حية عملاقة على الأرض منذ ملايين السنين، وتعرضت لانقراضات جماعية بداية من انقراض العصر الأردوفيشي قبل حوالي 450 مليون سنة، وسببه تسرب أشعة جاما إلى الأرض لمدة 10 ثوان. هذا الإشعاع ناتج عن انفجارات نجوم يزيد حجمها عن كتلة الشمس 15 ضعفا، حيث حول الأرض إلى كتلة جليد، وتسبب في القضاء على 85% من الكائنات الحية. وحدث قبل 350 مليون سنة انقراض الديفوني، واعتقد العلماء أن السبب جسم غريب اصطدم بالأرض. ولكن يوجد فريق آخر من الخبراء أشار إلى أن هذا الانقراض ناتج عن اختلال معدلات الأكسجين نتيجة تغير الأنظمة النباتية الموجودة على سطح الأرض. والانقراض الثالث في العصر البرمي قبل حوالي 251 سنة، حدث نتيجة اصطدام نيازك متعددة مع ثوران البراكين الضخمة في سيبيريا، حتى امتلأ الغلاف الجوي بالغاز والفحم وقضى على 96% من الكائنات الحية، وانقرضت أنواع عديدة من الحشرات. ومن بعد ذلك حدث الانقراض الترياسي الجوراسي قبل حوالي 201 مليون سنة، ويعود سببه إلى تصحر الأرض بحسب اعتقاد العلماء الذين أشاروا إلى موجات الحر الشديدة وتأثير غاز ثاني أكسيد الكربون المتصاعد من الانفجارات البركانية. وانقرض في هذا العصر 42% من جميع رباعيات الأرجل على الأرض. والانقراض الأشهر في التاريخ هو الطباشيري الثلاثي قبل حوالي 66 مليون سنة، والذي كان سبباً في انقراض الديناصورات الضخمة من على الأرض ولم تنج منه سوى الحشرات. ويقال أن السبب هو اصطدام كويكب بالأرض وانبثاق الغازات السامة التي حجبت ضوء الشمس عن الأرض، ونتج عن ذلك توقف عملية التمثيل الضوئي وموت جميع مظاهر الحياة على الكوكب. وبدأت الأرض باستعادة الحياة والازدهار بعد الانقراض الأخير، وينتظر كوكب الأرض في الحاضر بحسب تقدير العلماء انقراضا جديدا بعد قرابة 100 عام. هذه المرة سيكون الإنسان هو السبب. الإنسان مدمر ومنقذ. العديد من الحيوانات انقرضت بفعل الصيد الجائر، مثل النمر التسماني وسمكة ديكوبا وطائر أوك وغيرها الكثير. واقترع البشر الأشجار في الغابات وأعادوا تشكيل الغلاف الحيوي، وشقت الأنهار مسارات أخرى نتيجة بناء السدود، وزادت مصانع الأسمدة من انبعاث النيتروجين بنسب تفوق طاقة الأرض. لهذه الأسباب يعد الإنسان هو الأخطر على الكوكب، وإذا استمر على ذلك قد تصل إلى نتائج كارثية. تحمض المحيطات كان سبباً في حدوث أحد الانقراضات الخمسة السابقة، هذا ما يحذر منه الخبراء في الوقت الحاضر مع تزايد حامضية المحيطات منذ ثمانينيات القرن الماضي بمقدار 0.02 كل 10 سنوات، وذلك بحسب تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ عام 2019. والسبب الرئيس لهذا التحمض هو انحلال ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري. والخبر المقلق أن نسبة ثاني أكسيد الكربون هي الأعلى منذ 800,000 سنة، وفي نهاية القرن الحالي من المتوقع أن ترتفع إلى مستوى خطر لم تصل إليه منذ 15 مليون عام، وذلك ناتج عن الوقود الأحفوري الذي يعمل الإنسان على حرقه، والذي ينبعث منه نسبا عالية من ثاني أكسيد الكربون في الجو. والمخاوف تزداد مع ارتفاع متوسط حرارة سطح الأرض التي قد تبلغ بعد 70 عاما إلى 4.4 درجات، وعندما يزيد هذا المعدل عن 5.2 ستحدث الكارثة المتوقعة مع انقراض جماعي بحري، وذلك لعدم تحمل الكائنات الحية هذا التغير،
مثل ما حدث في الانقراضات الخمسة السابقة، ولكن هناك رأي آخر للخبراء يقلل من الشعور بالخوف، وهو أن الانقراض لن يحدث إلا بعد وصول درجة الحرارة إلى 9 درجات مئوية، ولن تصل الحرارة لهذا الارتفاع خلال وقت قريب بل بعد مئات السنين. فرص الإنقاذ. كما ذكرنا سابقا أن الإنسان قد يكون المنقذ للأرض عبر إبعاد أسباب الخطر والحد منها وإيجاد طرق النجاة من الوقوع، وهنا خبراء يدرسون بعض الطرق للحفاظ على درجة حرارة الأرض وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذا يعملون على خطط يمكن تطبيق أهدافها. والخطط الأولى قائمة على اتفاق 200 دولة حول العالم لتحقيق أهدافها في العام 2030، والتي تتلخص في الحد من تراجع التنوع البيولوجي عبر منع تدمير الغابات وقلع الأشجار والحفاظ على المحميات الطبيعية والقضاء على الصيد الجائر. ومن ضمن الاتفاق استخدام الطاقة النظيفة بالاعتماد على الشمس والرياح للاستغناء عن مصادر الوقود، وسيعلن العلماء نتائج الخطة في العام 2050. وهناك احتمالان، إما تتجاوز الأرض خطر الانقراض، وإما تفشل هذه الحلول في إبعاد الخطر. لذا يوصي خبراء المناخ بالتعاون المشترك بين الجميع للحفاظ على البيئة وتنوعها ولمنع حدوث الكارثة.